تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغازو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العقل عمو يزيد شكرا. مساء الخير يا اطفال. راكم هايلين بهذا الزي التقليدي وهذا المكياج. برافو برافو، مرحبا بكم يا اطفال. شكون اللي كلمناه في الهاتف باش يحضر في الحصه؟ شكون اللي كلمناه في الهاتف؟ مرحبا بكم. اذا انتم كذلك يا اطفال راكم تشاهدوا فينا، بامكانكم تجوا تحضروا معنا كما هاد الاطفال وتفرحوا معنا بهذه الطريقه. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن يا أطفال لما تشاركوا معنا نطلب منكم حاجة واحدة برك، هي الصبر شوية. علاش؟ لأنه التسجيلات فاقت 20,000، وهذا الشيء راجع لحبكم لحصة عمويزيد والنجاح اللي وصلت له بفضلكم. إذن راح نستضيفكم كامل معنا وسوف يرن الهاتف عندكم إن شاء الله بربي باش نستضيفكم. يا أطفال في هذه الفترة عندنا يوم عالمي مهم مهم جدا، هو اليوم العالمي للربو، الجورني انترناسيونال دو لاسم. كاين أطفال بزاف اللي عندهم لاسم، يا أخي تعرفوا لاسم هو كي يكون عندك صعوبة في التنفس وكامل. إذن توقفوا في هذا اليوم باش نحسوا الناس لهذا المرض هذا وخاصة الأطفال، لأنه كان أطفال بزاف مصابين بهذا المرض هذا. وثاني كان يوم عالمي في هذه الفترة هو اليوم العالمي للتلوين. تحبوا الألوان؟ تحبوا الألوان؟ أنا نشوف باللي عندكم كاع راكم ملونين وكم تحبوا الألوان، وكاين أطفال راهم يرسموا ثاني يا أخي، دونا رسومات جميلة نسنوا فيهم. إذا أنا نقول لكم باللي قبل ما نبداو أي فقرة دائما نبداو بفقرة اللغز، دائما نطرح عليكم اللغز عليكم وعلى اصدقائنا اللي راهم يشاهدوا فينا، لانه بامكانهم المشاركه في الجواب على اللغز بهذه الطريقه. اذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملا الاستماره، ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الالكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. لغز اليوم يقول: ادخل دائما الاولى وأخرج دائما الأخيرة، من أنا؟ تدخل دائما الأولى وتخرج هي دائما الأخيرة، من تكون يا ترى؟ معلش أنتم شاطرين، فكروا إلى غاية نهاية الحصة. قبل ما نروحوا لهذا الشيء، قبل هذا عندنا اليوم باحثة درت لنا بحث عن شخصية مهمة جزائرية اللي هي بن عبد الملك رمضان. إذن تصفيقة تصفيقة على الباحثة. اليوم جيت نتكلم لكم على شهيد بن عبد الملك رمضان. ولد بن عبد الملك رمضان في قسنطينة في مصر في مارس 1928 الميلادي الموافق لرمضان 1346 هجري، وزاول دراسته الابتدائية والمتوسطة فيها قبل أن يلتحق بخلايا حزب الشعب الجزائري السرية في نهاية الحرب العالمية الثانية. انضم بعد بن عبد المالك رمضان إلى المنظمة الخاصة عام 1948 وأدى دورا نشيطا فيها، وبعد اكتشاف السلطات الاستعمارية لوجود هذا التنظيم وتفكيكه ظل ينادل من أجل وحدة حزب حركة الانتصار الحرية الديمقراطية. شارك بن عبد المالك رمضان في اجتماع 26/6/1954 ميلادي الذي اعتبره الوطنيون أول خطوة في طريق نحو الثورة على النظام الاستعماري عن طريق العمل المسلح. عين مساعدا للعربي بن مهيدي قائد المنطقة الوهرانية الذي كلفه بإشراف على تحضير مكثف لأفواج المجاهدين في منطقة نستغانم وتدريبهم على السلاح والخطط،
القتالية تحس بني اندلاع الثورة في يوم 1/11/1954 ميلادي. قاد عبد الملك الهجومات المسلحة على المقال قيادة الدرك البكساني سيدي علي حاليا بمنطقة مستغانم، مما أدى إلى مقتل أحد الفرنسيين، وعلى مزارع الكولون في منطقة بوسكي رمضان بن عبد الملك، وكاد تخريب محول كهربائي كبير في وليس. توفي بن عبد الملك رمضان في 4/11/1954 الموافق ل 8 ربيع الأول 1374 بالقرب من سيدي علي خلال اشتباك بين مجموعتين وقوات احتلال، وبذلك يكون أول قائد عسكري للثورة ويسقط في ميدان المعركة، وقد أعطي اسمه لبلدية التي توفي في أرضها. شكرا. بن عبد الملك رمضان شهيد، وسموا عليه ملعب كبير في مدينة قسنطينة، ملعب بن عبد الملك. إذن الله يرحم شهداءنا الأبرار. يا لا، تحبوا ألعاب الخفة؟ إذن نروحوا كامل دركا نشوفوا عمو فؤاد اللي جانا من مدينة كندا. نروحوا كامل نشوفوا عمو فؤاد اللي جانا من كندا من مدينة موريال. نرحبوا به، تفضل عمو فؤاد. برافو يا أطفال، تحبوا الحكايات؟ راح نحكي لكم حكاية مفيدة جدا. هي حكاية النملة وصاحب الحقل. راح نحكي لكم حكاية النملة وصاحب الحقل. واحد النهار نملة كانت جيعانة، دخلت واحد الحقل حبت تاكل، وبعد غير حبيت تاكل هكذا جا صاحب الحقل قالها واش حبيتي؟ قالت له حبيت ناكل. قالها لا هذا حقلي وما كانش اللي ياكل هنايا، خرجي من عندي. قالت له بصح راني جيعانه. قالها خرجي منا وهذه. قالت له بصح ربي راه يشوف كيما درت لي هكذا. والعام اللي من بعد
ربي سبحانه عاقب هذاك الإنسان على الجشع نتاعو وعطالو الجفاف. إذا الأرض تاعو كلها صارت جرداء، صارت جرداء. ومن بعد جات النملة في هذاك اليوم، يعني العام اللي من بعد، قالت له واش بك يا إنسان؟ قال لها هذا العام جاني الجفاف والأرض تاعي راهي جرداء. قالت له تشفى العام اللي فات كما قلت لك راني جيعان أعطيني ناكل وأنت ما حبيتش. وربي سبحانه هو اللي يعطيه هو اللي ياخذ، ما كانش لازم تقهرني وتحاوزني وما تعطيليش ناكل. ومن بعد ندم، قال لها معليش ما نزيدش نعاود، وربي سبحانه يحب اللي يديروا الخير، وربي سبحانه لو كان غير عطيت لك تاكلي وكامل. وصبح ندمان. عمو يزيد، هاد الحكايه ينطبق عليها قول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، برافو. إذن يا أطفال، بالمرات الإنسان أما السائل فلا تنهر، صدق الله العظيم. لما يجي الإنسان يطلب عليك أي شيء وانت حتى ولو ما تقدرش تعطي له هذاك الشيء، هذاك أعطيني النبولة هذه، أعطيني النبولة، أعطي هذه، أروح قدامي. لما الإنسان يجي يطلب عليك أي شيء وانت ولو أنك ما تقدرش تمدله هذاك الشيء، لازم ما تنهروش، ما تزقيش معاه وتزعف عليه، لازم بلطف وتقول له ما عنديش، معليش. الإنسان يمد غير واش قدر يا أخي. شكرا يا أطفال. يا أطفال، المفاجأة اليوم أنه هذه الحكاية تاع النملة هذه عمو يزيد غناها لكم اليوم. إذن تغنوا معايا كامل النملة يا أخي. كانت نملة تقصد حقلة، تمضي إليه تطلب أكلة، قال لها الإنسان كلا، هذا حقلي وأنا أولى، عودي لا أهلا ولا سهلا. كانت نملة تقصد حقلة، تمضي إليه تطلب أكلة، قال لها الإنسان كلا، هذا حقلي وأنا أولى، عودي لا أهلا ولا سهلا، عودي لا أهلا ولا سهلا. قالت تطردني أولى، أجمع من رزق المولى كي ألقاه غدا سهلا. قال لها هذا ثمري، أوراقي زهري شجري، من أجله طال سهري. قالت تطردني أولى، أجمع من رزق المولى كي ألقاه غدا سهلا. قال لها هذا ثمري، أوراقي زهري شجري، من أجله طال سهري. كانت نملة تقصد حقلة، تمضي إليه تطلب أكلة، قال لها الإنسان كلا، هذا حقلي وأنا أولى، عودي لا أهلا ولا سهلا، عودي لا أهلا ولا سهلا. قالت ويحك يا إنسان، ربي أحياها المنان، وحده من يحيي الأغصان. فلما صارت جرداء، ربي لم يسقيها الماء، أين أمطار السماء؟ قالت ويحك يا إنسان، ربي أحياها المنان، وحده من يحيي الأغصان. فلما صارت جرداء، ربي لم يسقيها الماء، أين أمطار السماء؟ كانت نملة تقصد حقلة، تمضي إليه تطلب أكلة، قال لها الإنسان كلا، هذا حقلي وأنا أولى، عودي لا أهلا ولا سهلا، عودي لا أهلا ولا سهلا. ظل يبكي في ندمي، هو الشيطان في دمي، أنساني شكرا نعمي. قالت أنت يا إنسان، لا تسمع كيد الشيطان، واشكرها نعم الرحمن. ظل يبكي في ندمي، هو الشيطان في دمي، أنساني شكرا نعمي. قالت
قالت أنت يا إنسان لا تسمع كيد الشيطان واشكرها نعم الرحمن. كانت نملة تقصد حقلة تمضي إليه تطلب أكلة. قال لها الإنسان كلا هذا حقلي وأنا أولى. عودي لا أهلا ولا سهلا. عودي لا أهلا ولا سهلا. على طمعي أعماني وكذا خوفي أنساني أن أفقده بستاني. قالت لا تخشى رزقا تتعب من أجله تشقى ما دام الله أبقى. على طمعي أعماني وكذا خوفي أنساني أن أفقده بستاني. قالت لا تخشى رزقا تتعب من أجله تشقى ما دام الله أبقى. نملة تقصد حقلة تمضي إليه تطلب أكلة. قال لها الإنسان كلا هذا حقلي وأنا أولى. عودي لا أهلا ولا سهلا. عودي لا أهلا ولا سهلا. برافو برافو برافو. عجبتكم القصة والأغنية يا أطفال؟ إذن ما لازمش نقهروا الناس لما يجيوا يسألوا يطلبوا حسنة ولا يطلبوا أي شيء. يا أخي درك لحقنا لواحد الفقره انا نحبها بزاف. هذه الفقره هذا ماشي الجواب ما دوك نلحقوا الجواب على اللغز. هذه الفقره هذه راح نقعد وانتم تجوا تحكوا لي النكت نتاعكم. شكون اللي عنده نكته؟ شكون اللي عنده؟ شكون اللي عنده نكته؟ هاي روحي بنتي انتيا تعالي تعالي بنتي اقعدي تفضلي. واسمك؟ ندى. ندى وين تسكني ندى؟ في بئر خادم. بئر خادم. احكي لنا النكته تاعك. قال لك واحد الخطره واحد النقطه عرضت نقاطي جات الفاصيله قالت لها لا لا انت ما تدخليش. قالت لها الفاصيله بوها عليك راني طالقه شعاري. برافو. اروحي بنتي انتيا اروحي اروحي تفضلي بنتي. قولي لهم اسمك. نور. نور احكي لنا نور النكته تاعك. واحد المعلم قال للتلاميذ قال للتلاميذ رسموا لي طياره ومن بعد كم جزا ليهم رسموا لهم طياره. واحد رسم له نقطه قال له بلي علاه درت لي هذه النقطه؟ قال له طياره طياره من البعيد. برافو برافو. اروحي انت يا بنتي تعالي اروحي الشابه. واسمك بنتي؟ لبنى. لبنى احكي لنا النكته تاعك لبنى. كان واحد المعلم رسم في السبوره رسم لهم في السبوره بقره بيضاء. قال لهم اش تعطينا هاد البقره؟ قالوا له تعطينا الحليب. رسم لهم طياره قهويه. قال لهم اش تعطينا؟ قالوا له تعطينا القهوه. برافو. روحي بنتي اروحي اروحي بنتي تفضلي. واسمك بنتي؟ اسمي دعاء. دعاء احكي لنا النكته تاعك دعاء. كان واحد النهار المراه كذابه بزاف. قالوا لها ولادها ديك العمره بصح ما تكذبيش. قالت له اه. كي وصلت لتماك قالوا لها وصلها في الطياره. وصلت في الطياره يما قالت لهم ما كاين والو حبس الطياره خرجنا ندفعوها. برافو. روحي انت يا بنتي تعالي تعالي روحي اقعد في المخده هذيك لهيك. اي هذه هنا اقعد هنا عبد الجليل اقعد هنا اقعد في المخده هذه الخضراء. هلا برافو. واسمك بنتي؟ اسماء. اسماء الله يبارك. احكي لنا النكته تاعك. كان واحد الطفل ياكل في اللوبيا باليسرى. قالت له يماها ما تاكلش باليسرى ولا ياكل معك الشيطان. قال له ياكل معايا الشيطان. هو يخلي ستاك والحم يجي ياكل معايا لوبيا. ياكل معايا لوبيا. برافو برافو برافو. السنو السنو. يلا تعال تعال تفضل تفضل. اوه اقعد 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 اقعد
واسمك؟ براس محمد المهدي. من جيت محمد؟ من العوينات ولاية تبسه. من العوينات ولاية تبسه، الله يبارك الله يبارك. وش هو هذا؟ وش هو؟ هدي. هدية لمن؟ لعمو يزيد. أوه العمو يزيد. آه برافو 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 برافو، شيء جميل جميل جدا جميل جدا. جيتوا من العوينات مدينة تبسة، على بالك العمو يزيد يحب بزاف مدينة تبسة ويعرفها مليح. كنت نجي لها زرتها في عدة مناسبات، جمهور هائل نمروا لهم تحية، كاع سكان مدينة العوينات وكاع ولاية تبسة. احكي لنا النكتة تاعك ولدي. زوز رجال دايخين جان وقاعدين دملوا مريجال، واحد فينا صحيبو شنهم هذم اللي خسروا فينا من البيلة، قال لي راه روح شوف موجف صحيبو، قال لي اللي حبس حبس وجايين جا لنا واحد كي تحرك عم بال واحد راه جاي. قال له داكور داكور برافو برافو، الله يخليك ولدي الله يخليك ولدي. عاد هنا في هذا البلاصه، شكون اللي زوج اخوه؟ شكون؟ اروح اروح مع اختك، تعال وراي الاخت تاعك، ارواحي. وش حبيتوا؟ حبيتوا اقعدوا احكوا لنا، اقعدوا احكم الميكرو، قعدي مع اخوك احكم الميكرو. قلنا واسمك؟ محمد. محمد يلا احكي لنا النكته. كانت واحد العجوزه راحت للطبيب، قالت له عندي الماء في الجونو وعندي القص في المعده، قالها دخلي تريسيتي وسكني. برافو برافو. وانت اسمك؟ شحال بالقيس مريم. قال لك واحد المشحاح خلو مسمار في رجلو، راح للطبيب باش ينحيها له، قال له الطبيب 200,000 نحيها لك. قال له ما لا عوجو خليه. يلا يا اطفال الحقنا درك الركن الجواب عن اللغز. لغز اليوم يقول: أدخل دائما الأول وأخرج دائما الأخير. من أنا؟ أنا 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 المفتاح. وأنت؟ المفتاح. المفتاح. عرفتوا كاع المفتاح؟ أوكي شاطرين. دانيا روحي بنتي. إذن الجواب هو المفتاح، دانيا قالت لكم المفتاح، حنا نعطوا لها هدية لدانيا. فوالا، دانيا هدية، عندك سيدي ألبوم مدرستي خاص بالأطفال، عندك قبعة عمو يزيد تحميك من أشعة الشمس، وعندك هدية من عمو فؤاد، علبة فيها ألعاب خفة، في نهاية الحصة رايح يوري لك كيفاش تستمتعي بها. يلا مبروك عليك مبروك عليك مبروك عليك. لحقنا دركا الركن عيد الميلاد، اليوم عندنا عيد ميلاد أحلام ودانيا، أصدقائنا راح يروحوا يجيبوا لنا الكاتو نتاعهم وإحنا نغنوا لهم عيد ميلادك سعيد. يلا هيا عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. من تربيتك نتمنى صحة وسعادة وهنا، وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل أمراح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات، نسهل أمراح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات. هالوالك جبناها وشموعك فيها زرعناها،
باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها بابا وماما يدعولو واصحابو ويبركولو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برافو إذن 8 برافو 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 اذا كامل كي تجوا خارجين دركا كاع الشهادات تاعكم ينتظروا فيكم يا اخي باش تاخذوهم ذكرى من عمو يزيد يا اخي عفوا عفوا وليدي اذا انا انتم قطعونا الكاتو وانا ما بقى لي الا نقول لكم بقوا على خير استنونا في الاسبوع المقبل على 5 تاع العشيه نهار 3 على الشروق تي في يا اطفال نحبكم سلام لا تحزن وحن الوداع يا اصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد برافو بوسو